مرحب بيك عزيزي المشاهد عزيزات المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني أماني سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. في البداية بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، لأن هدفنا إن احنا كمان نعرف رأيكم في البرنامج. هدفنا إن احنا نحاول نعرف إيه اللي انتوا بتطلبوه من قصص. علشان كده بشكر ربنا لأجل كل اللي بيبعتوا لينا جوابات، أو اللي بيدخلوا على موقعنا على البريد موقعنا ويبعتوا لينا على البريد الإلكتروني من موقع حياتك في قصة. موقع حياتك في قصة www.livestorytv.com. تقدر هناك تعمل تحميل للبرامج، تقدر كمان تقرأ كل القصص مكتوبة وتستمع للترانيم الرائعة اللي انت بتسمعها في البرنامج. بدعوك وبشجعك انك تزور الموقع وكمان تكتب لينا قصتك، علشان ممكن نزيحها في حلقة من حلقات برنامج في قصة. قصتنا النهاردة بعنوان شهادة فردية وأربع عظات نارية، والقصة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الواعظ الإنجليزي الشهير ألكسندر ماكليرن. ولد سنة 1826 وذهب إلى السماء، رحل عن دنيانا سنة 1910 ميلاديا. وكان الواعظ ماكليرن من الوعاظ المشاهير جدا، زي سبيرجن كده والناس دول، وكان مؤثر جدا في عظاته. عظاته تسمى العظات النارية. المهم انه تقابل مع شاب انجليزي ملحد، ملحد يعني بيقول ما فيش ربنا والدنيا دي غلطة وكده يعني. فقال له تعال احضر الكنيسة واسمع الوعظ. قال له وعظ ايه؟ ما فيش ربنا. قال بس تعالى. والشاب الملحد وعد ماكليرن انه هيحضر الاجتماعات، وحضر اربع اجتماعات الشاب للواعظ الحلو اللي بنتكلم عنه ألكسندر ماكليرن. وبعد أربع أيام لما وجهت الدعوة للناس اللي تحكي عن اختباراتها أو شهادتها أو ماذا حدث ليها، وقف الشاب الملحد والدموع تغمر عينيه وقال أشكر الرب يسوع، أنا مؤمن دلوقتي بالمسيح ومؤمن بوجود الله، وحياتي اتغيرت الليلة وأنا سلمت قلبي للرب يسوع المسيح. وانبسط قوي الواعظ ألكسندر ماكليرن وكل الإخوة والأخوات اللي في الكنيسة. وألكسندر سأله قال له في أني وعظة من الأربع وعظات سلمت قلبك لربنا وأمنت أن الله موجود، وإزاي قدرت تقتنع بكده وتآمن بكده رغم أنك أنت من أربع أيام كنت ملحد؟ فابتسم الشاب وقال له وعظاتك روعة، الأربع وعظات النارية روعة، بس متأسف أني ولا وعظة منهم هي اللي غيرتني. قال له حاجة غريبة، أما إيه القصة؟ قال القصة إن أنا كنت حاضر أول امبارح، وأنا خارج كان في سيدة عجوز وتعبانة، فساعدتها إنها تنزل السلم في الكنيسة. فلما ساعدتها قعدت تدعي لي وقالت لي يا ابني مفيش سعادة في الدنيا دي غير في ربنا، يا ابني أنا بدعي لك إن المسيح يدخل حياتك فتختبر الحب الحقيقي. آه أنا كنت زمان ملحدة وما كنتش مصدقة إن ربنا موجود، وكانت حياتي ضياع في ضياع، وما كانش في أي طعم للحياة ولا للموت ولا لأي شيء. آه من ساعة ما عرفت المسيح يا ابني من سنين طويلة وأنا أسعد إنسانة، هو ماشي معايا حتى في مرضي حتى في سني الكبير. قال الشاب كلمات هذه المرأة وشهادتها ببساطة كانت أعمق تأثيرا في نفسي من الأربع وعظات بتوعك يا ألكسندر ماكليرن، رغم أنهم حلوين وكلهم فلسفة كلهم آيات من الإنجيل، بس الشهادة الفردية الصادقة كان ليها تأثير أعمق. لهذا سلمت قلبي للمسيح وصرت خليقة
جديدة في المسيح. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تقدم شهادة فردية للآخرين؟ شهادة فردية وأربع عظات نارية، هذا موضوع حلقتنا التي سأستكمله معك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة مع المرنم الحلو دافئ الصوت منير حبيب. فابقى معي بعد الترنيمة. كم يحلو لي أن أشهد عنك، كم يحلو لي أن أدنو منك، كم يحلو لي حبك سيدي، فلذتي في اقترابي منك. أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. نفسي اشتهت في ظلك الجلوس، منك ارتوت بالحب يا قدوس. نفسي تذوب عند سماعها، أي حديث عنك بين النفوس. أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. ماذا أرد لك سيدي أمام كثرة أحسانك؟ أخبر عن حقك بفمي وعن صلاحك وحنانك. أحبك أحبك، ما أروعك لنفسي. أحبك يسوع أحبك، ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أحبك أشهد عنك، هكذا كانت هذه الترنيمة. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، حلقتنا النهاردة بعنوان شهادة فردية وأربع عظات نارية. أربع عظات نارية وعظها ألكسندر ماكليرن، لم تكن لها أي تأثير في قلب هذا الشاب الملحد الإنجليزي، لكن حينما شهدت له امرأة عجوز عن محبة المسيح ورعايته لها طوال السنين في الحال، كانت كلماتها كالديناميت الذي فجر قلبه الحجري الصخري الجنراتي، يعني من الجرانيت، قلبه قاسي لكنه داب من الكلام الحلو. عزيزي المشاهد، سأخصص الدقائق اللي باقية في الحلقة علشان أتكلم مع كل مسيحي حقيقي وكل مسيحية حقيقية بيشاهدوني الآن. فإذا أنت مسيح حقيقي أو أنت مسيحية حقيقية، أترك اللي في إيدك في الدقائق دي. عايز أقول لك، سألك سؤال، ليه كم سنة قبلت المسيح؟ جاوب أنت مع نفسك، وبعدين أسألك السؤال اللي بعده، كم نفس ربحتها للمسيح وثبتت؟ يعني مثلا لو ليك 10 سنين أنت مسيح حقيقي، تبت وسلمت قلبك لربنا وربحت في 10 سنين 10، يبقى كل سنة أنت بتجيب ثمرة واحدة.
والرب قال الرب يسوع في انجيل يوحنا صح 15 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. اذا ليك 10 سنين مسيح حقيقي وربحت 5 يعني كل سنتين بتربح واحد. لكن لو بتقول ان ليك 10 سنين مسيحي وما ربحتش ولا واحد يبقى انا مش هقول لك انا ربنا اللي يحكم عليا وعليك، مش هقول لك بشك في ايمانك ولا لا، ربنا اللي يعرف. بس في مشكله في حاله عقم، عارف لما واحد واحده يتجوزوا ويبقى ما بيجيبوش عيال عقم، يروح للدكتور، يبقى انت محتاج تروح للدكتور. لكن اذا ليك 10 سنين مسيحي حقيقي وما ربحتش ولا حد وعثرت 2-3 اتخانقت مع بعض الناس وسابوا الكنيسة بسببك، تبقى 100% محتاج تروح لدكتور بقى يعالجك. على اي حال بسمعك تقول لي سامعك اهي بتقولي هو كل انت عايز كل الناس يبقوا وعاظ. لا انا مش بتكلم عن الوعظ، بالعكس انا بتكلم عن الشهادة. هتقول ايه الفلسفة دي والفرق بين الشهادة والوعظ؟ فرق كبير. في موهبة موجودة في رسالة افسس اصحاح 4 اسمها التبشير. أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. دي موهبة خاصة اللي هي التبشير على المنبر لما يكون قدامك آلاف توعظهم، دي موهبة. لكن كل مسيحي حقيقي نال رسالة حسب روميا 1:5، قبلنا نعمة ورسالة. يعني لو قبلت نعمة الإيمان يبقى عندك رسالة. قال المسيح في أعمال 1:8 تكونون لي شهودا. أنت شاهد وأنت إحنا عايشين هنا. يعني اسأل نفسك سؤال، ليه بعد ما سلمت قلبك لربنا، أنا ليه بعد ما سلمت قلب ربنا ما قاليش تعالى وخدني السماء، مش أحسن السماء؟ طب هو تركك ليه؟ تركني علشان أنت نور العالم. قال المسيح أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. وصفح سبيرجين كان بيعلم الناس، حبيت الحكاية دي قوي، جاب 100 إزازة مختلفة الفوهة، عارف أزاز زي أزاز الكاكولا أو البيبسي كولا كده، بس اللي دي. وبعدين جاب خرطوم مية وقعد يرش عليهم ال 100 إزازة ما تملوش، يرش تاني ما تملوش، بعدين مسكهم إزازة إزازة وملاهم. العمل الفردي أو الشهادة الفردية هي الطريقة المثلى أن نصل لكل الأفراد في كل مكان، لأن مش كل في كل مكان في العالم مش كل الناس هتحضر الكنيسة. لكن الراجل بتاع الفجل والخيار، الفكهاني بتاع اللبن، البقال، الخياطة اللي بتروح عندها، كل اللي بتقابلهم في المواصلات، دول فرصة جميلة أنك تخبرهم عن المسيح. هتقول لي بس أنا ما أعرفش أوعظ. لا ما توعظ، أنت قول زي الراجل اللي قال كنت أعمى والآن أبصر. على فكرة المسيح ما قالش للسامرية شهد يعني في يوحنا 4، لكن المرأة تركت جراتها وراحت تخبر كل الناس، يا ناس في شخص عظيم المسيا قال لي كل ما فعلت. وكمان الراجل اللي كان مجنون المسيح قال له اذهب الى اهلك وبيتك وخبر بكم صنع الرب بيك. مش يوعظ على منبر، لا، يكلمهم، كلم كل جيرانك، كلم كل اصحابك، ابعت جوابات. صدقني انا ما بقول لك كلام يعني وعظ كده، لا، إذا اختبر الموضوع ده من النهاردة، قول يا رب زي مودي كان يعمل كده، يا رب مش هيمر يوم إلا بكلم واحد عنك، هتلاقي ثمار عظيمة ونفوس تقبل المسيح، نفوس حواليك عطشانة اشهد ليها. أتمنى لك حياة كلها ثمر، وأنت قدام الشاشة دلوقتي، قول له يا رب خلينا أبقى مثمر يا رب. أنا فعلا مش بتكلم عنك. هتقول لي بس كمان مهم الشهادة بالحياة، أيوة الاتنين، اشهد بحياتك ومحبتك واشهد كمان بكلامك، لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. ارسل إلي سأرسل لك هدية البرنامج، كتاب حياتك في قصة، هدية مجانية. وسيرسل لك أيضا مرنمنا الحلو منير حبيب سي دي الترنيم، أيضا هدية مجانية. إلى اللقاء في حلقة قادمة. أتركك في رعاية الله وأنت شاهد أمين للمسيح. إلى حلقة قادمة. كم نفس ربحتها للمسيح وثبت؟ كلم كل جيرانك، كلم كل أصحابك. تقول لي بس أنا ما أعرفش أوعظ. لا ما توعظ، أنت قول زي الراجل اللي قال كنت أعمى
والآن أبصر. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي، أحبك يسوع أحبك ما أروعك لنفسي، أنا لك أحبك.